بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم مباراه الاهلي وسبورتنج رجال كره السله. المباراه تاتي في مستهل مشوار الفريق في دوري السوبر لكره السله، واللي النهارده اول مبارياته. زي ما حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي خاض ثلاث بطولات السنه دي. يمكن اول بطوله كانت بطوله المنطقه القاهره وفاز بيها، مرورا ببطوله العرب وفزنا بيها، نهايه ببطوله المرتبط الحمد لله ولقبنا بلقب مرتبط هذا الموسم. بطوله النهارده السوبر مهمه جدا. المباراه ستقام على الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. زي ما حضراتكم عارفين مستر اجوستي بوش تولى المسؤوليه او مسؤوليه هذا الفريق في بدايه الموسم، خاض بيه ثلاث بطولات زي ما قلت لحضراتكم فاز بيها. النهارده بطوله السوبر بطوله مهمه. ليه؟ لان السوبر بي نقدر نشارك في افريقيا. النادي الاهلي بعد عن افريقيا فتره نتيجه ابتعاده عن بطوله السوبر. النهارده النادي الاهلي لازم من البدايه يكون في رساله قويه انه داخل على البطوله ان شاء الله عشان يقدر ياخدها وبيها يتاهل لافريقيا، وده مكان النادي الاهلي الطبيعي. وزي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من ارض الملعب، مستر اجوستي واللاعبين بيستعدوا للاحماء. دي لقطات من صاله الامير عبد الله الفيصل. زي ما حضراتكم شايفين اللاعبين بتستعد، بتجري عمليه التقويات قبل التسخين. عندنا يعني لسه ما دخلناش في مرحله تسخين بالكره، ولكن التسخين بيبتدي قبلها بساعه تقويات واستعداد للمباراه. مباراه النهارده بتخش واحنا عندنا في مجموعه من الاصابات هنقولها لحضراتكم معانا في الاستوديو التحليلي مع ضيوف النهارده ان شاء الله. كابتن قيدار هنداوي وكابتن خالد مصطفى هيكونوا معانا النهارده في الاستوديو التحليلي. هنستعرض مع حضراتكم موقف الفريقين. النادي الاهلي عنده مجموعه من الاصابات، نفس الوضع بالنسبه لسبورتنج. يمكن سبورتنج الفرقه الوحيده في الدوري السوبر يعني ما عندهاش محترف، يمكن دي الفرقه الوحيده في الدوري او في السوبر ما عندهاش محترف. فريق محترم جدا طبعا. الفرقه النهارده بتادي صلاه المغرب الفريقين مع بعض في الصاله، وده العاده او التقليد اللي دايما بيحصل في كل مباراه كره السله، خاصه في الشتاء بيبقى صلاه المغرب بتبقى قبل المباراه على طول، فالفرقتين بينضموا لبعض وبيصلوها. حتى كمان اوقات بيبقى الفريق اللي جاي على سفر بيصلي معاك وبعد كده بيقوم يصلي الفرد اللي بعد كده. يعني مرينا كلنا كلعيبه بهذا الامر. الفرقه النهارده زي ما قلت لحضراتكم عندنا اصابات في فتره توقف اسبوع او 10 ايام بعد ما تاهلنا من دور 16. نفس الوضع بالنسبه لسبورتنج، مجموعه من الشباب معاهم قياده فنيه كابتن وائل بدر، قياده شابه يعني طموحه. يمكن هي الفريق زي ما قلت لحضراتكم الوحيد اللي معهوش اجنبي او محترف في الدوري السوبر، ولكن ده لا يقل ابدا من اهميه الماتش ولا اهميه المباراه. سبورتنج عنده مجموعه يعني متناسقه من اللاعبين بيقدروا دايما، يعني يمكن مباراه سبورتنج والاهلي في اسكندريه خلصت باسكت او 4 بونت في وقت يعني كانت الفرقه عندنا برده فيها نقص، ولكن ده يدل على قوه سبورتنج. نفس الكلام هنا، المباراه اللي كانت في القاهره برده عملوا مباراه كبيره. فريق سبورتنج طول عمره فريق بطوله واكيد المباراه هتبقى قويه. طيب النهارده دوري السوبر هيبقى شكله ايه؟ دوري السوبر عباره عن 8 فرق. 8 فرق النادي الاهلي منهم هتلعب دوري من دورين رايح جاي. طب هدف الدوري من دورين رايح جاي ده ترتيبي فقط من الاول للثامن. طب ايه الحكمه من ان احنا نرتب الفرق؟ ان الاول هيلاعب الثامن، الثاني هيلاعب السابع، الثالث هيلاعب السادس، الرابع هيلاعب الخامس في ادوار اقصائيه. يعني هتلعب بيست اوف 3 او بعد كده بيست اوف 5. كل فرقه من دول اللي هيكسب عدد مباريات اكتر هو اللي بيتاهل للدور اللي بعد كده. اذا كل الترتيب مهم جدا عشان تتجنب بعد كده ان انت تلاعب فرقه قويه. دايما الاول او الثاني، يمكن من السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان دايما بيكون الاهلي والاتحاد بيبقوا قريبين جدا من المركز الاول والثاني، ولكن السنه دي الوضع مختلف. يمكن زي حضراتكم شايفين في الشاشه يمكن مجموعه الناشئين موجود، عبد الله ناصر، بودي حسام. يعني دايما مستر اجوستي بوش بيلجا للدفع بالناشئين وبيديهم فرصه حقيقيه. دايما بكرر في فرق بين فرصه وفرصه حقيقيه. الفرصه الحقيقيه ان اللاعب بيشارك واللاعب من اول يوم بيكون موجود وبيديله وقته في الملعب بصرف النظر اداءه كان كويس او وحش، بيديله الخبرات اللازمه ان اللاعب يثبت وجوده. النهارده اكيد من وانا مغمض وهستعرض ده مع ضيوفي هيستعين بعدد كبير من الناشئين، ده عشان يعوض الغيابات اللي عنده، ثانيا عشان لسه المشوار طويل جدا. عندنا 14 مباراه وبعد كده هنروح على الادوار الاقصائيه لغايه ما نوصل للفاينل، يعني ممكن نلعب 10 مباريات كمان. فاكيد مستر اجوستي بوش بيجهز السكواد بتاعه من الناشئين ومن الفريق الاول. خلينا نطلع على فاصل اعزائي المشاهدين عشان نستقبل ضيوفي كابتن قيدار هنداوي وكابتن خالد مصطفى عشان نتكلم معاهم عن كل جوانب المباراه الفنيه، ولكن بعد الفاصل.